اكتر. خلينا نروح لخبر بقى يعني لطيف مهم جدا، وعن حاجه احنا بقالنا يعني مثلا اسبوعين كده مهتمين بيها بالزياده شويه. هي دراسة حديثة مصرية للباحث الأثري حسين دقيل المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية، واللي أكد إن في دراسات علمية قالت إن المصريين القدماء عرفوا الصوم وطبقوه في أعيادهم كنوع من التقرب للمعبود أو للإله، وإن الصوم عند المصري القديم كان متنوع بين الواجب والمستحب والتطوع، وعرف المصريين القدماء الصوم لمدة 3 أيام من كل شهر عشان يحافظوا على صحتهم، ده غير إنهم كانوا بيصوموا عشان يحتفلوا بأعياد وفاء النيل، الحصاد أو للسنة الجديدة، ده غير كمان إن كان في نوع تاني من الصوم عندهم اسمه صوم الانقطاع، وكان بيستمر لمدة 70 يوم. يا حسام، بصي، جميع الأديان اللي في العالم سواء كانت أديان سماوية الأديان الثلاثة أو الأديان الوضعية اللي الإنسان فكر فيها واعتبرها دين فيها صيام، الناس كلها بتصوم بأشكال مختلفة. فالصيام موجود في جميع الأديان من بدء الخليقة إلى يومنا هذا، وموجود بشكله الأكبر في الديانة الإسلامية والديانة المسيحية، الصيام الكبير والصيام الصغير أو صيام العذراء، وعندنا الصيام في رمضان، وفي صيام السنة الاثنين وخميس، وفي صيام المناسبات. بس إحنا أهل عرب أهل لسان وبنتبع القرآن، كتب يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني اللي كانوا موجودين قبل ظهور الإسلام كان عندهم صيام أيضا. إذا كانت في الأديان التي سبقت الإسلام الأديان السماوية اليهودية والمسيحية، أو في قول آخر في تفسير آخر في الأديان الوضعية، سواء كان بقى في العراق، في سوريا، في مصر القديمة، أيا كان، لكن هناك صيام بأشكال مختلفة، فمش لازم نختلف في شكل الصيام. الناس كانت بتصوم تقربا إلى الخالق، وهم شافوا الخالق في وقتهم هذا بتلك الطريقة. فالتفصيلة الصغيرة دي ما مش لازم نختلف فيها، خلينا نبقى أوسع إدراكا لسمو أخلاق المصريين القدماء ومحاولاتهم المستمرة الدائمة على مدار 30 أسرة أو العصور المصرية القديمة، لأن هم يوصلوا لفكرة الخالق زي ما كان حصل في إخناتون مثلا، وكان أول موحد في التاريخ. دي كلها محاولات مهدت العقل البشري إن يجي وقت الرسائل السماوية تكون حاضرة، فالعقل البشري يكون عنده استعداد يتقبلها ويسمع عنها ويصدقها. ربنا بيمهد للإنسان عشان العقل البشري ما يستحملش الأفكار مرة واحدة، لازم يمهد لنا لغاية لما نبقى قادرين على استقبال الرسائل السماوية من الله سبحانه وتعالى. فيها تفاصيل كتير. لا، وخليني أقول لك على حاجة برضو، يعني خلينا نقول الإرث اللي سابوه لنا أجدادنا القدماء لو ما كانش موجود لحد دلوقتي وحد كان حكى لنا عليه، مستحيل كنا نستوعبه بعقلنا. يعني مستحيل، لولا أن في حاجات موجودة فعلا، إرث حقيقي على الأرض موجود، إن كان معابد، إن كان الأثار بكل أنواعها، ما كناش هنصدق، مستحيل كنا نصدق. الأهرامات لو كانت حكالنا عليها مستحيل كنا هنصدق. فيعني في حاجات كتير جدا وارد إنها تكون موجودة، ووارد إن عقلنا ممكن ما يستوعبهاش، لكن على أي حال الله أعلم.